فطور اليوم فطور غدا الفاصوليا والشاي يطبخ الحمد لله ما الأجواء الحلوة هذه شلال ورجال وعياله جو نزلوا هنية الله يجزاهم بالخير جلسة ولا أحلى إن شاء الله سحابة خير يلا ننزل الفاصوليا أهم شيء الثقافة تكون عندك واحدة دع المكان خيرا مما كان شوف الأجواء كيف روعة ما شاء الله تبارك الله وقت الشاهي بسم الله بس كذا مع الفلفل والله مثل الأماكن هذه لا تفوتكم يا جماعة حتى النظر ينشرح أنا صرت أشوف الكتابة ذي الحين في الجوال الحمد لله أول بد نظارة لكن شكلي بطلع من المحل هذا بعدين ألبس النظارة